السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكون حلقة مهمة في الموي تاي، سلسلة الموي تاي. النهاردة ان شاء الله هناخد اهم 12 نصيحة للمستوى في البداية بتاعتنا لما نيجي نبدأ كده. طبعا كل مستوى بيكون له نصايحه وقواعده ومبادئه وحاجاته زي ما احنا متعودين طبعا، تمام. عشان نختصر بقى، دول 12 نصيحة تقريبا، يعني حوالي 12، تمام، هم المهمين جدا بالنسبه للبدايه للمبتدئين في الموي تاي، تمام. اعذروني طبعا ساعات بقول الوينج تشون عشان اخدين طبعا على حلقات الوينج تشون والحاجات دي، فبقى لنا فتره بنتكلم بيها، فعشان كده ممكن تلاقيني نطقت وينج تشون، لكن ده موي تاي، تمام. النهارده ان شاء الله بقى هنخش في الحاجات الاساسيه اللي نركز عليها او النصايح المهمه جدا، يلا بينا. الاولى وهي استمر في مواجهه خصمك ولا تدر له ظهرك ابدا، يعني ما تدلوش ظهرك عشان ما تضمنش ان هو ممكن يواجهك يغفلك بحاجه. عامه ده موجود في الفنون القتاليه كلها، لكن برضو في الموي تاي موجود، تمام. يبقى استمر في مواجهه الخصم، ما تدلوش ظهرك ابدا، ما تدلوش امان عامه يعني، تمام. بعد كده ما تنظرش لراس الخصم، يعني انت تركيزك اثناء القتال مش تبص لراس الخصم، لا، بص مثلا للاجزاء الخاصه بجسمه، خاصه الجزئيه الاماميه بتاعه عضله الصدر، الجزئيه دي ليه؟ طيب هنعرف دلوقتي، لان انت لما تبص للجزئيه دي منها هتقدر تلاحظ حركه الخصم التاليه الثانيه اللي هيعمل ايه بالظبط. لان انت لما تبص هنا مثلا في الجزئيه اللي هي الايه الاماميه، هتلاقي مثلا لو هو هيتحرك بشكل جانبي يبقى عضله الصدر اتحركت، لو شايفه مثلا هيرفع دراعه عشان يهاجم هتلاقي برده ايه في حركه من الجزئيه اللي عند جزئيه عضله الصدر، هتلاقي مثلا لو هيعمل حاجه مثلا حركه فيها ميل او كده يبقى الجزء بتاع عضله الصدر هتلاقي نفسه بيميل بالشكل ده كده، فيها ركله او فيها كلام اي حاجه. يبقى هو الجزء ده الامامي اللي من ناحيه عضله الصدر، الجزء الاوسط، هو اللي بتبص وانت بص للخصم كده بتركز عليه، ما تبصش على وجهه او على راسه، لان راسه مش هتتحرك من مكانها، لا هو بيهاجمك، فانت لما يهاجمك ما تركزش مثلا على الايد بس او على الرجل بس، لا، اكتر جزء تركز عليه من النصايح المهمه وممكن تستخدمها في باقي الفنون القتاليه هو الجزء الاوسط او الجزء اللي من العلوي اللي هو من ناحيه عضله الصدر، لان هنا انت بتلاحظ ايه الحركه الثانيه بتاعته، سواء هيتحرك كده هيتحرك كده هيميل كده ايا كان هيعمل اي حاجه، فالجزء ده بيوضح لك وبيكشف لك وبيساعدك انك تلاحظ الحركه الثانيه بتاعته وتبدا بسرعه في رد سريع او سرعه رد فعل، تمام. ثانيه وهي كن مركزا حادا وليس متوترا، يعني تكون مركز تمام، تكون حاد كده مثلا، ما تبقاش مسترخي ومستهون، يعني مستهون بالخصم، لا، حاد مثلا وجد فعلا في القتال، تمام. مش معنى كده برضو ان انت ما يكونش عضلاتك ما فيهاش استرخاء، لا، بتكون برضو ما بين الاثنين، ما تكونش متوتر اللي هو قلقان كده، متوتر في ضغوط كده عليك، لا، يعني تكون حاد تمام، تكون مركز تمام، بس ما تكونش متوتر، تمام. بتقلل التوتر وبتتدفق بالطريقه دي، حاول تتدفق في الحركات بتاعتك، يعني اندمج وسط الحركه، تدفق فيها، هنا هتكون بتقلل التليغراف بتاع الحركه بتاعتك. التليغراف دوت موجود برضو في الموي تاي زي ما اتكلمنا في الجيت كوندو، الحركه التليغرافيه او الغير تليغرافيه، تمام، اللي هي مثلا زي ما وضحناها التليغراف اللي هو بتبقى مرسل حاجه، الغير تليغرافيه او ان انت مثلا بتبين ان انت هتعمل حاجه وبتروح في حته تانية خالص، فهنا انت بتقلل من التليغراف بتاعك اللي هو مثلا بتقلل من الحاجات اللي واضحه للخصم اللي هي بتبقى مرسله للخصم، بتكون مثلا ايه زي مبدا برده الموجود في الجيت كوندو الغير تليغرافي، تمام. طبعا ما تلخبطش نفسك في الكلام ده، هتعرفه ان شاء الله اثناء التطبيق، تمام. بعد كده ما تخافش من انك تتعرض للكم او للركل، حاول تتعامل بالتهرب والحجب والانحراف. الانحراف مش ان تبقى منحرف واقف في المنطقه تقلب الناس، لا، مش قصدي كده خالص، تمام، لا، انا قصدي انك تتعلم انك تنحرف بعيد عن الضربه او تحرف الضربه بعيد عن مسارها، دي حاجه. التهرب انك تراوغ او تتهرب من مسار الضربه برضو، تمام. الحجب اللي هو البلوك او الصد عامه، انك الضربه جايه صديت بحاجه، عملت بلوك بحاجه، واجهت الهجوم بهجوم مضاد، ده حجب الضربه، تمام. الانحراف مثلا انت قلنا ان انت بتنحرف عن مسار الضربه بغير مسارها، المراوغات والحاجات دي كلها اللي هو برده ايه زي ما قلنا الحجب والانحراف والتهرب اللي هو التهرب، المراوغه مثلا حاجات بتهرب من هدف الضربه، دي تركز على النقطه دي. لما تكون مهيئ نفسك وحاطط في دماغك ان انت طبيعي انك توصل لك ضربه زي ما اتكلمنا عليها قبل كده في التخلص من الخوف، لما تبقى عامل كده هتبقى اكتر استعدادا وتوقعا من انك ما تتفاجئش بضربه او تتفجع او تترهب، لا، بتكون اكثر استعدادا وتاهلا ان انت عادي وصلت لك ضربه هتكمل مصر عادي، ما وصلت لك ضربه ما فيهاش حاجه انت يعني مش قابل للكسر من الضربه، لا، انت عادي وصلت لك ضربه ما فيهاش حاجه، الضربه وجعتك هتقويك، ما فيهاش حاجه وصلت لك ضربه مش معناها ارتجف واخاف وابعد لا، وصلت لك ضربه مفيش مشكله كمل تاني، ما فيش حاجه يعني ايه شيل الرهبه من الموضوع ده، دي تركز على النقطه. بعد كده ما تخليش فكره الخوف تسيطر عليك عشان تقدر بعد كده تتجرأ ويبقى هجومك اكثر جراءه وقوه، لان انت لو سيطر عليك الرهبه والخوف انك تتعرض للضرب هتبقى مثلا هجماتك لمسات ضعيفه، حاجات فيها رهبه، هجوم غير مجدي او غير نافع بالمره،
تمام؟ فتخلص من النقطه دي عشان تبقى اكتر جراءه، اكتر مواجهه، اكتر شجاعه في مواجهه الخصم في الهجمات. ما بتعتاد على النوع دوت ان انت خلاص واثق في نفسك وبتضيع الرهبه، هنا بتقدر تعرف رده فعل جسمك الحقيقيه في موقف قتال حقيقي. يعني انت لما تكون في التدريب مع زميلك او ايا كان مش مع زميلك، لو انت عاطي نفسك ان انت متجرأ، مفيش شعور خوف، معادي مؤهل عادي، لو جت ضربه اصدها، جت فيا عادي، انا بتمرن، الضربه مثلا ما قتلتنيش هتقويني، يعني عادي، حاطط في مخك ان انت عادي، ان انت مش مثلا مش ملك الفنون القتاليه، لا انت عادي حتى لو مين معرض للضرب. يعني بروسلي كان رغم مستواه عادي، مثلا لو وصلت له ضربه كان بيوصل لك حتى من الفيلم، عمرك شفت فيلم ليه مثلا ما تلمس لمسه؟ لا، كان بيوصل لك مثلا اني خدت ضربه كده عادي هكمل واضرب وابقى اقوى كده، يعني الضربه هتقويني، مش هتخليني مثلا اضعف او اخاف او الكلام ده. فانت هنا هتقدر لما تتعرض لحاجه زي كده في التدريب او مع نفسك وتاهل نفسك للوضع ده، هتعرف بعد كده لو انت اتحطيت في موقف حقيقي زي ده ردة فعل جسمك ايه. هل هترتجف؟ هل هتكون ردة ضعيفة وكلها خوف؟ ولا هتكون عادي تعودت وواثق وهتقدر تكون ردة فعلك في الموقف في التدريب هي هتكون ردة فعلك في الحقيقة؟ فركز على النقطة دي. الحاجة اللي بعد كده، ما تبقاش زي المدافع الزجاجي. هنا النقطة دي بتوضح لك حاجة، الزجاج ده او الازاز لو اتضرب بحاجه مش هيتكسر، هيتكسر. انت ما تبقاش مدافع زجاجي، ده المثل اللي بيوضح لك النقطه دي. لما بتكون مدافع زجاجي ان انت لو ضربه جت فيك خلاص انا اتكسرت كده وهتقع بقى ومش تقدر تستمر ولا تقوم وتواجه ولا تعمل اي هجوم مضاد، لا ما تبقاش كده خالص. تخلى عن الفكره دي، خليك تبقى قادر على توجيه هجوم قوي، وخليك قادر حتى عادي لو توجه لك هجوم قوي عادي. اما انت بتتمرن ليه؟ انت بتتمرن عشان تضرب بس؟ لا، انت بتتمرن عشان الضربه ما تاثرش فيك، او الضربه اما تيجي فيك تقدر بعد كده تستمر وتواجه وتكمل، وكمان تاخد الضربه وتواجه هجوم مضاد كمان. يعني انت جات لك الضربه وصلت، مش خلاص وخلاص بقى اعمل اللي انت عايزه او استسلم او اي حاجه، لا تقدر تواجه الضربه جات فيك تمام عادي، هتحمسك اكتر، هتقويك اكتر، هتخليك تخش اكتر على الخصم، هتخليك عايز تكمل بهجوم مضاد. فانت ما تبقاش بالمثل اللي هو مدافع زجاجي اللي هو انت عمال تدافع وزي الزجاج اول ما تيجي ضربه فيك اتكسرت خلاص، لا ما ينفعش تعمل كده. تمام كده، استمر في استخدام اسلوبك وطريقتك القتاليه من اثناء تدريباتك وممارستك. ما تهملش التدريب عشان تكون طريقه قتاليه خاصه بيك، مش شرط تكون طريقه مختلفه عن باقي الناس، لا طريقه قتاليه ان انت مثلا ايه مميز في حاجات، في ضرباتك، في حاجاتك، بتطور كل يوم والتاني، بتوصل لاعلى واعلى، بتعلى في المستوى. ما تبقاش مثلا بتعطل اسبوع وتشتغل اسبوع وشهر وتتمرن يومين ثلاثه، ما ينفعش تعمل كده عشان تقدر توصل وتعلى وتطور من مستواك، وتقدر بعد كده مثلا ايه تعرف الوقت الانسب في الضربات، توقيتك في القتال، امتى تلعب الضربه دي، امتى تواجه بكذا، امتى تضرب كذا، الحاجات دي كلها مهمه جدا انك تعرفها. ده بيجي منين؟ من الاستمراريه، الاستمراريه على التدريب والممارسه تمام، والاجتهاد وبذل الجهد. ده بيرجع لك بنتيجه كبيره ان انت بتستفاد، ما انتش مثلا بتعمل كل ده وبيضيع في الهباء، لا بيكون مفيد جدا ليك الاستمرار، وبتعلى في المستوى. حتى لو انت ما لاحظتش الكلام ده اثناء ما بتتعرب، بتلاقي حاجات طلعت تلقائي، بتلاقي التوقيت، انت بتلاقي عندك البصر بقى اقوى، مش بصر ان انت شايف واوضح، لا البصر اقوى، اللي هو الرؤيه اللي مثلا مش واضحه لاي مقاتل عادي. لو مثلا ايه، لو انا وشخص مثلا، الشخص ده مثلا مقاتل عادي مش واضح له مثلا، لما بتكون مقاتل بتشوف الصوره كانك شايفها بتصوير بطيء ازاي. يعني انت مثلا رده الفعل دي بتيجي بسرعه او بتطلع تلقائيه، لكن ده بيكون ناتج ايه؟ عقلك من كتر ما بيتمرن ومن كتر ما بتشغله بالتدريبات والحاجات وبتتعلي فيه وبيكون عقلك اقوى تمام، لما بيلاحظ تحرك بيديك النتيجه على طول، بتطلع رد فعل بسرعه. ده ناتج لايه؟ من كتر التمرين، وبيكون جايه لعقلك بتصوير بطيء. عارف انت ما بيكون حد اهو هوجه لك ما بتصوير بطيء، انت هنا خلاص عقلك خلع استجابه سريعه للوضع ده، فانت هنا هو مش بيهاجمك بهجوم بطيء، لا هو بيهاجم بسرعه، بس انت من كتر تدريبك بقى بالنسبه لك انت شايف ده تصوير بطيء، شايف ان هو خلاص انا شايف هجومه وشايفه هيهاجمني بايه، فانا عملت الدفاع المضاد ليه وهجوم مضاد كمان. فهي دي بتكون من كتر الممارسه بتحس ان اللي قدامك ده تصوير بطيء، مش معنى انك بتكون شايفه بيعمل كده، لا بيكون بالنسبه لك تصوير بطيء لان بتكون عندك الوضوح والفكر اعلى من الاول. الشخص العادي ممكن مثلا اي هجوم يعني ما يعرفش يعمل كده، هيلاقي الهجوم جه في وشه، هيلاقي نفسه اتفاجئ، هيلاقي نفسه في حاجات كتير جدا ارتبك. ده الفرق ما بين المقاتل الممارس اللي وصل لمستوى، وبين مثلا اللي بيمرن نفسه كل فين وفين، او ما اللي ما بيتمرنش اصلا. كده تخلص من الحاجات اللي ملهاش لازمه، يعني ما تحاولش تعمل مجموعه قتاليه استعراضيه، يعني مثلا ما تاديش حركه مش هتفيدك في القتال، تخلص من اللي ملوش لازمه وشوف المفيد ايه وطوره وطبقه على نفسك عشان تتعود اي ضربه ليك تكون ليها فايده، ليها ناتج، سواء في هجوم، في دفاع، في مراوغه، في هجوم مضاد، في طرح مصارعه او ضربه قاضيه، يعني تخلص من اللي ملوش لازمه. بعد كده حاول الاستفاده من حركات المواي تاي المفيده جدا
في القضاء على الخصمين. يعني في حركات قويه جدا في الموي تاي ومفيده، حاول لو انت مش بتلعب موي تاي تضيفها عندك تستفيد منها. حاول لو انت مثلا بتتعلم الموي تاي ركز عليها، عشان دي بتكون مهمه جدا في مواقف صعبه هتحتاج حاجات زي دي، في مواقف تتعرض لها حاجه دفاع عن النفس حاجه مهمه جدا، فتركز على التقنيات الاكثر تطورا والمهمه جدا في القتال. لما تيجي تتعلم تقنيه جديده في الموي تاي او عامه في اي فن قتالي، ركز الاول هل انت مؤهل انك تستخدم التقنيه الجديده دي. يعني معنى ان مثلا في فرق ما بين انك اتعلمت التقنيه وفي فرق ما بين انك بتستخدم التقنيه، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. اتعلمتها يعني انت بتاديها، بتستخدمها يعني عارف تستخدم امتى وفي حالات ايه، وان انت مثلا هل وانت بتستخدمها كاشف نقاط ضعف هيهاجمك منها الخصم، ولا ان انت مقفل على نفسك. لازم تركز على النقطه دي، مش اي تقنيه لما تتعلمها لازم تركز هل انت مكشوف فيها، هل انت بتاديها بسرعه وباتقان، هل انت بطيء فيها، هل انت بتلعبها في الوقت المناسب. كل الحاجات دي مهمه جدا، مش بس انك تتعلم التقنيه بس، لا الحاجات دي مهمه جدا مع اي تقنيه. تمام. تذكر برضو ان في المعركه النص المعركه بيبقى فيه خداع، بمعنى ان انت مثلا مش شرط في الجيت كوندو بس في حاجات غير تلغرافيه، لا في اي فن قتالي بيكون في الجزئيه دي بس ما بيتكلموش عنها، او مثلا مش كل الناس بتبقى مركزه على النقطه دي. في الموي تاي برضو بيركزوا على النقطه دي. اي فن قتالي بتكون محتاج ان انت برضو تخدع خصمك، ما قلنا مش تخدعه ان انت تضربه بحاجه تقتله، لا تخدعه اللي هو مثلا ايه حركه غير تلغرافيه زي ما اتكلمنا عليها وشرحناها اكتر من مره، ركله منخفضه تمويهيه عشان تضرب حاجه تانية، عشان تكتشف رده فعل خصمك في المواقف اللي زي دي ايه، تكتشف هل هيرتبك ويكشف لك نقاط ضعف او جزء تهاجم منه ولا متمكن يعني لازم تعرف الحاجات دي. تمام. بيبقى النقطه دي برده تركز عليها. فكر برده مقوله مهمه جدا، توصيل سريع واسترجاع سهل. يعني لما تيجي توصل حاجه وصلها بسرعه، واثناء ما انت بتسترجع تستعيد موقفك او تسترجع بطريقه سهله، يبقى توصيل سريع واسترجاع سهل. المقوله الصغيره دي بتوضح لك نقطه، ان انت ايا كان حاجه غير تلغرافيه تمويه او تشتيت او حاجه فعلا وصلتها للخصم، تركز في نقطه مهمه جدا ان انت توصلها بسرعه، يعني ما تطولش التقنيه زياده عن اللزوم، توصلها بسرعه وتقدر تسترجعها بسرعه. الحاجه اللي بعد كده وهي حافظ على قوتك. لو انت في بطوله خاصه بالموي تاي بتكون 5 جولات، كل جوله 3 دقائق، يعني القتال كله حوالي ربع ساعه، فانت لو استهلكت قوتك في اول جوله ولا كده، ولا استخدمتها في حاجه ملهاش لازمه، او اجهدت نفسك على الفاضي، هتتعب في بقيه الجولات وهتخسرها. ده بالنسبه للبطوله. وحتى لو في قتال حقيقي برضو انت مش وارد ان انت من اول ضربه الخصم بعد او كده، لا ممكن تحتاج المجهود بتاعك ده، فما تستنزفش كل الطاقه بتاعتك. تمام. بعد كده تنافس مع المقاتلين من فنون قتاليه مختلطه او متعدده، يعني مش شرط تلعب قصاد لاعب موي تاي، ممكن تتعلم حاجات من الوينج تشون تلعب قصاده، تلعب قصاد لاعب كيك بوكس، تلعب قصاد لاعب جيت كوندو، تلعب قصاد تايكوندو، تلعب قصاد الجودو الايكيدو، عشان هتكتسب تقنيات جديده وتطور منك، وهتعرف التقنيات بتاعتك فعاله في حالات ايه ومش فعاله في حالات ايه، لان انت مش وارد ان كل التقنيات اللي بتتعلمها تبقى فعاله مع كل انواع الفنون القتاليه، لا وارد ان في نوع بتلاقي مثلا الطريقه دي ما نفعتش معاه، فمحتاج انك تشوف طريقه غيرها، فلازم تجرب وتتنوع مع باقي الفنون القتاليه، ما تركزش على حاجه واحده بس. تمام. الحاجه الاخيره اللي بعد كده، تذكر ان القتال مش عباره عن فوز بس، القتال عباره عن تطوير مهاراتك وتعلم من الحاجات اللي انت خسرت فيها. مثلا وارد انك معرض للخساره، تتعلم من خسارتك، يبقى ما تتفكرش ان القتال فوز بس، لا انك تتعلم تمام وتطور من مهاراتك بدون إزاء نفسك وبدون إزاء خصمك أو شريكك في التدريب. تمام. إلا لو في الشارع أنت معرض أن أنت تنقذ نفسك، هو لو اتأذى خلاص أنت بتنقذ نفسك، لكن بالنسبة لو في التدريب أو معاك شريك تدريب، تركز على أن أنت مش شرط تهزمه بس، لا حتى لو هو هزمك تتعلم أنت خسرت بسبب إيه، شوف النقطة بتاعت الضعف اللي وجهت له الفرصة أنه يكسبك، تشوف مثلا ان انت تحاول ما تاذيش نفسك، يعني ما تسيبلوش برده نفسك مكشوف، وما تاذيش شريكك في التدريب. تمام. ويا رب تكونوا استفدتوا والنصايح دي تكون ان شاء الله فادتكم كده. الحاجات دي مهمه جدا لاي حد قبل ما يبدا في سلسله الموي تاي. تمام. ويا رب تكونوا استفدتوا بكده. انتهت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، فعل الجرس ولايك شير للفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.